سجل على العهد الامير والثالث الموعود راع الامر موجود عسكري من حكمه من حكمه جل الزهراء السيد عبد الخالق المحنى يلتوازي على الهاتف اليوم دمعك ينحجز صيح يا سبع الدجيل جرحك الغافي يفز صيح يا سبع الدجيل جرحك الغافي يفز هذا حرز الدين ما تشلون لو مات الحرز سلم بالدين الحنيف الدين بيهم يرتكز سلم بالدين الحنيف الدين بيهم يرتكز يا المهدي عدنا علوم عمك قضى مسموم يا المهدي عدنا علوم عمك قضى مسموم اشراو يمينك ضريحك مهبط غدير من الكرامات جرح يا الهادي حبيتك جيب الدمع وتعنيتك انثر باب تعزيتك مواسا ضريحك مهضة فدوة وغدير عت ضريحك مهبطات غدير جري الهادي حبيبي ايه جيب الدمع هلا هنثرى يا اساس سمر بكبد كلامي إليك يا ابني الجواد اهدي سلام أقولك الاسم يسجد لإمامي لأن محبوب سيد على الأسامي لأن تتباهى بالمال البشر بالنسب والوجاهة تتباهى بالمال البشر بالنسب والوجاهة واحنا بولايتكم عله كل واحد انتباهة عدنا بني هاشم تجي وباقي الخلق وراها باقي الخلق هيا خدمتك ترفع الراس أمير وسيد الناس خدمتك ترفع الراس أمير وسيد الناس ما طلبك ترديتك جيب الدمع وتعنيتك أنثرى باب تعزيتك مواساة يستاهل ارفع اثنين يدي يلا بويا ضريحك مهبطة هلا هلا هو غدير يا علي يا علي ضريحك وهذه لحظات عزاء لك سيدي يا صاحب الأمر.
هذه لحظات عزاء أيها المهدي، عزاء كبير تنشر به الملائكة كل حزن وسواد، وأصوات دمع تحفر على قلب ميت أملا بإحيائه أحرفا من اسم عبق هو اسمك سيدي يا صاحب الأمر، وألم هو الألم الذي يأتي ليكون هذا الألم صوت الأسى من الماضي القادم إلى الحاضر والذاهب إلى المستقبل بتلك المعاناة الحسينية الفاطمية وبذلك الألم المهدوي. كل ما تمر ذكرى العلي الهادي نقصد الأرض سمر والنادي يا مهدي عجل الله فرجك يا مهدي عجل الله فرجك كل قلوب هالليل ناداك بعذابه عظم الله اجرك يا بن بيت النجابه نقصد الجدك علي الهادي ورحامه وفاطمة الزغرة نواسيها بمصابه بحزني المغج نتعنى سامره الزوار كلها تصيح بالحضرة يا مهدي عجل الله فرجك عجل الله تعالى فرجك سيدي أيها الباكي أيها الحزين هذا اليوم يا صاحب هذه الدمعات يا صاحب هذا المصاب أيها الباكي بهذا الألم كم هو حزين أن يفقد الإنسان إنسان عزيز عليه كم هو مؤلم هذا الشعور وكم هو الألم يكون مشرئبا في كل نواحي القلب إن كان الفقد وداعا بلا عودة بين حبيب ومحبوب وكم هي من الصور التي تنسج في مخيلة أي إنسان له ما له لكن عندما يكون الأمر عند فقد أحد أئمة الهدى يتحول وقع الحزن من التصورات إلى التصديقات وصوت النحيب يطول من نجي ودمع المصايب يجوي الخدود من نجي ودمع المصايب يجوي الخدود حتما بسامر وانت تكون موجود تستمع احبابك تنادي يا موعود يا الغبيت يا الغبت عنا نريدك سيدي تعود مني الغياب تعاود يا علينا يمتى يا مهدي هوايا نادينا يا مهدي عجل الله فرجك عجل الله تعالى فرجك سيدي ها هي سامراء مرة أخرى تكون حزينة كئيبة أغلقت أبواب الفرح فيها بلغت بها الكآبة حدا لا يطاق فكان السواد وعلائم الحداد يغلبان فوق كل السمات والصفات
فذلك المندوب أضحى مبكيا على حاله، لا من باب الشفقة بل تذاكيا وإذكاء لروح العيش مع إمام العصر. ذلك الحزن العظيم الذي كان كخفقة أجنحة الملائكة المرفرفة حزنا بفقد محمد الشهيد وفاطمة الصديقة الشهيدة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها ولعائن الله على ظالميها، وفقد علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق ومن بعد الصادق الكاظم والرضا والجواد، ومن نجتمع على ألمه هذا الإمام الهادي. كلنا خدامك وجينا بدمعنا بعزاكم سيدي الليل انجمعنا، كلنا خدامك وجيناك بدمعنا وبعزاكم سيدي الليل انجمعنا. ايوا حق مصاب هادينا الفجانة، ما نعوفك لو نعوفك يعني ضيانة، نتمسك بحبكم يا مولانا، ما عدنا غيرك وانت رجوانا، يا مهدي عجل الله فرجك. عجل الله تعالى فرجك سيدي يا ابن الزهراء، عجل الله تعالى فرجك سيدي، ونحن بذكرى شهادة جدك الهادي. عجل الله تعالى فرجك ونحن نبكي معك. ملايين قد اكتظت بهم الشوارع المؤدية إلى سمراء، وقلوب هتفت حبا وصدحت دمعا وبكت ألما وشكت قذا إلى ربها وبارئها. ذلك الرزء وصفات الألم لا ينطبقان إلا على من خلقوا من فاضل طينة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو العزاء، وهو العزاء، وهو البكاء، وهو الدمع. فهي ليلة ملؤها الحزن والعزاء. على طار الإعزاز اشقد بجينا لحد ما حرقت دمعات العيون، على طار الإعزاز اشقد بجينا 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 لحد ما حرقت الدمعات العيون، العيون صاحت من حلات الروح الصوت، شاليش نحبهم ما يظلون، ويش ودا هاي المقبرة شقد ضام عزاز عزاز، والبيغم حمي عيب يبقون نشتاق، وصعب يا ناس الفراق، حرامات المشي وماضين يردون يردون، يا ابو صالح كل قلب متوجر ناره، يا القدومك يطفي نيران الحياره، يوم تلفينا صديق اكبر بشاره، ووجهك تشوفه تظل نظل بكل زيارة. سلام الله عليك سيدي، سلام الله عليك. ونحن في هذه الليلة نجتمع على حبك وحزنك، وننسج من دموعنا أملا بقرب لقياك. لحظات أو دقائق تفصلنا عن تشرف
التشرف في قناة كربلاء بأصواتكم وهي تنبض حبا وألما، أصوات تحولها الأشواق إلى أسماء توضع بضريح شريف، ونداء ملؤه الحزن والأسى، وألم يناجي فقرات من دعاء الندبة، وبكاء عارف اكتنز من حزنه ما يقيه من مذلات الفتن، وعلائم صبر علت على جباه ضربها الزمن. سلام عليك سيدي أيها الهادي، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك سيدي أيها الهادي العظيم يا هادي الأمم، سلام عليك على جرحك على هذه الليلة العظيمة ليلة استشهادك، وسلام منك على زوارك، وسلام منك على محبيك، وسلام منك على من يقدم خدمة أو قدمها أو قد نوى أن يقدمها، فسلام عليك ثم سلام يا صوت حزن وحب وشجن وأذى وألم ومأساة، سلام عليك سيدي أيها الهادي. أقول السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا هادي الأمم، للمهدي وغيابه دمعتنا سجابه ويجمعنا هالليله هادينا ومصابه. الله يبارك فيك. شكرا لاستاذي. عفوا استاذي، عفوا انت استاذ. الله يبارك فيك، ان يتقبل منك. موفق لكل خير. وازاد الله في توفيقك. الله يعزك. محمد وعلي محمد. ولي الشرف ان اوقف. أشكرك. ان شاء الله. اشكرك. موفق. اشكرك حبيبي. استاذ علي، قبل ما تطلع، انت اول من كان في برنامج يا صاحب الزمان. بكلمات ان شاء الله حتى ننتقل الى الزوار. شنو تحب؟ توجه فت كلمات قلبك مع قلب صاحب الزمان، والليلة حتما ويقينا هو موجود إن شاء الله. يعني صراحة سؤال صعب جدا، لكن طلبي من صاحب الأمر أنه الإنسان يكون موفق لخدمة الحسين سلام الله، ويوفق للصبر في خدمة الحسين يا صاحب الزمان. الله يوفقك حبيب ابو حسين. هذا النداء شنو غير بشخصيه استاذ علي؟ لا انا لا شيء، هذا النداء كان في خدمه زوار كانوا ماخذين نظره انه سامره خطره، لكن بفضل الله تعالى بانفاس الامام الحسين في هذه القناه، انفاس الخيرين، اريد اوصل لهذه النقطه، انفاس الخيرين، مجموعه كبيره من الناس اللي كانوا يتفاعلون مع البرنامج اولا باول، تغيرت الصورة. الحلقات الأولى يعني أذكر من أخوي وحبيبي حاج رسول اقترح هذا الأمر بالبداية، طبعا هو الإنسان ما ممكن ما يتخوف، لأن كان الطريق خطر. 2014 بدأ البرنامج، 2015، لكن بنفس الوقت توكل على الله عز وجل، والهدف والغاية الله شاهد، كان عدد قليل من الزوار، حتى الحمد لله، حتى يعني الأفاضل يعني خدام العتبة كان لهم، كنا في محضر جناب الشيخ ستار المرشدي الله يذكره بالخير، أيضا الرجل كان في يوم ألقفت كلمة لطيفة، قال أنتوا لكم دور في جذب الزوار إلى سامراء، فبالتالي هذا البرنامج هو أمانة عظيمة، وهي قناة برأيي، هذا برأيي الشخصي، يعني قناة كربلاء بذاتها هي أمانة عظيمة. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. موفق لكل خير. الله يبارك أستاذ. الله يبارك فيك أستاذي. تاج رأس حبيبي. الله يبارك فيك. طبعاً الهدف واضح، هو اليوم زوار الإمامين العسكريين يقصدونه، لأن الإعلام جداً مهم، فيه رسالة عظيمة، فيه رسالة واضحة. اليوم هذه الجهود المباركة من قبل قناة كربلاء الفضائية، ويوماً متتالية على هذا البث، وإيصال هذه الصورة
المباركة حتى نقول إلى العالم أجمع. تعالوا إلى الإمامين العسكريين نصرة إلى الإمام الحجة. أنا قبل الفاصل أرقام الهواتف مهيئة أسفل الشاشة ليتسنى لكم زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام. يا صاحب الزمان يا هادي الأمم. يا هادي الهادي تعالت بالبكاء والمنارات ارتدت ثوب العزاء. قبة الهادي تعالت بالبكاء والمنارات ارتدت ثوب العزاء. قبة الهادي تعالت والمنارات ارتدت ثوب العزاء. وارتدى العرش السواد إنه يوم الحداد. وارتدى العرش السواد إنه قبة الهادي تعالت بالبكاء والمنارات ارتدت. والمنارات ارتدت وارتدى العرش السواد إنه يوم من أرض سامرة تدوي صرخ بافاق السماء. من منارة علي الهادي قبتي في الدماء. هذا النص أغاتي هذا صوتي الوحي ينعى والملايك لا طمى. تنحبي وتبجي على فوقي والدمع منها غمى. كلها حزنان على اللي كبدته متخذمة. كلها رادت هالمسيح تواسي أم فاطمة. كلها رادت هالمسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم أينما حللتم. السلام عليكم يا سيدي يا مولاي. أتأذنالي بخدمتكما متقربا إلى الله بكما ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي نرجس. السلام على سيدتي ومولاتي حكيمة. ها أنا وإياكم في هذه الليلة الأليمة الحزينة التي تنبعث من العسكريين عليهم السلام عبر صور تنقل عبر شاشة مباركة. أكون في خدمة زوار العسكريين، في خدمة زوار الإمام الهادي. من يريد أن يتشرف، أن يتصل، أن يتقدم بالتعازي لمولاي صاحب العصر والزمان. يختلف الأمر في بيت صاحب العصر والزمان. كل الأئمة لا يوجد هنالك بيت، فقط هنا بيت صاحب العصر والزمان. فالاختلاف أن نقدم التعازي في كل حزن، في كل ألم، وفي كل مناسبة. رحم الله من أحيا أمرنا. هنا الإمام الصادق يوضح بأحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. شكري وتقديري لجميع العاملين في العتبة العسكرية المقدسة من أمينها حتى أصغر خادم. شكري وتقديري لخدام الإمامين العسكريين. شكري وتقديري لجميع المواكب التي نصبت على الطريق المؤدي لزيارة العسكريين. شكرا لتلك العتبات المقدسة التي جاءت وساندت وعملت من العتبة الكاظمية، العتبة العلوية، العتبة الحسينية، العتبة العباسية، كل العتبات المقدسة. عندما نشاهد تلك الصور
تلك اللوحات الجميلة بكرم خدام العسكريين المواكب الحسينية التي وقفت، ها نحن خدام الحسين في خدمة علي الهادي، ها نحن خدام الحسين في خدمة العسكريين وكل المحافظات. عندما تقرأ موكب الحي وموكب ديالة وموكب بغداد والكاظمية وغير ذلك وذيقار وبصرة، تجتمع على حب وهدف واحد، ألا وهو خدام أهل البيت. هنا أريد أن أعرج على الإمام الهادي، الإمام علي الهادي. سؤال يخطر في بالي، أنا سؤال يخطر في بالي من ثم بحثت عن هذا السؤال، هل كان للإمام الهادي عليه السلام دور في نصرة الإمام المهدي وتمهيدا للدولة المهدوية؟ نعم، الإمام الهادي عليه السلام كان من الممهدين لدولة الإمام، كان من المحافظين على الإمام الحسن العسكري، كان من الذين اختار الزوجة للإمام الحسن العسكري عليه السلام. معنا أولى الاتصالات حتى لا أتأخر بخدمتكم. زهرة من بغداد. نعم يا حاج، حياكم الله، تفضلوا أنتم على الهواء. يا هادي الأمم، اليوم النداء يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، تفضلوا بالزيارة يما، قضى الله حاجتك. يا سيد يا مولاي يا صاحب الزمان، عظم الله لك الأجر يا سيد يا مولاي، عدل الله سهل فردك يا سيد يا رب العالمين. شهادة مستشهد جدك الإمام علي الهادي، استجاد عمك الإمام السيد محمد، سلام الله عليهم أجمعين، سلام الله عليهم أجمعين. عظم الله لكم ولنا الأجر خالص، عظم الله أجرك يما، قضى الله حاجتك أمامك هذا الإمام وأنت مع الزائرين. السلام على الحسن، إن شاء الله السيد المخرج يهيئ لكم الضريح ونكون بخدمتكم. السلام على العلي الهادي، السلام على السيدة حكيمة خاتون، السلام على سيدة ملاتي مرقس خاتون أم الإمام، السلام على سيدي وصاحب الزمان، عجل الله لك الفجر. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اطلبي يما، اطلبي حاجتك، أنت قلبك مكسور وعندك حاجة، واليوم ليلة الهادي. أي والله مكسور قلبي أخوي، حاجة سيدي. يا سيدي يا مولاي، اي نطرق بابكم بعد، ما عدنا غيركم. اي والله ما عدنا غيركم، والله دعنا باب الامام مرشي يمشي على الامام، على امام زمان بوينا السلام، يدينا يا سيدي يا مولاي. الله، وين الامام؟ يا سيدي يا مولاي، وين يا سيدي؟ يا صاحب الزمان، يا سيدي يا مولاي، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. هنيئا هنيئا لتلك الدمعة، هنيئا لتلك الدمعة التي تستشعر بوجود صاحب الزمان. اي والله سيدي يا يمه، هنيئا لك. اي والله سيدي يا مولاي. تفكرين وين الامام؟ هسه يمشي على الإمام الهادي لو واقف يخدم الزوار. اي والله سيدي يا صاحب الزمان، سلام الله عليك سيدي يا سيدي يا سيدي، فرنا يا سيدي وكفينا شر الأشرار وطوارق الليل بالنهار. يا صاحب الزمان الكل تنادي، يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، الكل تصرخ يا صاحب الزمان. سيدي متى، متى العجل، متى الظهور؟ اللهم عجل لي ولي، الله يقضي حاجتك يا يمه ويفرح قلبك ويسر امرك. شنو الاسماء؟ محسن، ان شاء الله بحق هاي الدمعه اللي ذرفتيها، انت صاحبه حاجه بعد، انا اسيرك الدعاء. سكر صارت عنده مشكله وقاف عليها، يا الله هنيئا 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 هنيئاً لك يما، هاي الدمعة إن شاء الله هي إذاناً بدخولك لزيارة الإمامين العسكريين، وهي كذلك إن شاء الله، إن شاء الله قضاء حاجتك وأمامك هذه القبة الطاهرة المنيرة. سلام الله عليك سيدي يا مولاي، سلام الله عليكم سادات يا مولاي، ما يشبع منهم بس بعد ما أقدر، قلبي عندي صعب صار. شكراً شكراً لك يوم، شكراً، إن شاء الله تزرتي، واليوم من الزائرات عند العسكريين عليهم السلام. المغرب ومن البارحة لليوم سيدي بعد هاي دقت بابكم المرة، ما مدت ايديها لغيركم. يا سيدي يا مولاي، يا سيدي يا مولاي،
شكرا شكرا لاتصالك يما، الله يرزقك العافيه، الله يرزقك العافيه. معنا اتصال اخر، معنا اتصال. عبد الله، عبد الله من بغداد، حياك الله يا عبد الله. الله يقضي حوائجكم ان شاء الله، يشافي مرضاكم. هاي الدمعه ودخولك، شوف هذا مثال الى الزياره. سيدي يا صاحب الزمان، اليوم الكل تطرق بابكم. معنا الزائرة أم شوقي من كربلاء، حياك الله يمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هادي الأم، يا هادي الأم، يا هادي، يا مهدي الأم، السلام عليك يا سيدي يا صاحب الزمان، يا صاحب عظم الزمان. الله أجرنا وأجركم باستشهاد سيدي مولاي علي الهادي، أجوركم معظمة وقضى الله حوائجكم إن شاء الله. الزمان. عظم الله أجرك يا صاحب الزمان، يا سيدي يا مهدي الأم، السلام عليك يا سيدي يا علي الهادي، السلام عليك الحسن، السلام عليك يا أستاذ وحكيم الخاتون، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا صاحب سيدي. عظم الله أجرك يا سيدي، أنت المعز يا سيدي يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. وأزور وأزور إصابة عني وعن والدي وعن والد والدي، عن السيد علي السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية، شهد أنا بحق محمد وآل محمد. قضى الله حافظك يا يمه، كل مريض شاف مرضاك كل المرضى إن شاء الله، وأهديها لزوجي وأهديها لولدي ولبناتي لإخواني ولأخواتي ولجيراني جميعا، الله يرزقك كربلة إن شاء الله. الله يرزقك وأنا ما ناسيتكم بالدعاء، شكرا. وعند مرضى الله يسلمك، عند مرضى أريدك تعيدهم عند الإمام. شنو أسماء؟ أم علاء بلي، أم خالد، أم جاسم، أم عامر. إي والله، لأني ما يضع كلش أريدك تعيلهم خالد يا وجيهين عند الله، اشفعوا لنا عند الله بحق محمد وآل محمد. والله والله ما ناسيتكم بالدعاء والصلاة يمه، شكرا لجميع الكادر. اي والله، هو لولا بركات دعواتكم ما نوقف هنا ونخدم. اي والله، اجي الامام الحسين والعباس اخي يا ابو فاضل ان شاء. اي والله، ما الله والديك، لا تنسونا من الدعاء. قضى الله حاجتك ان شاء الله، شاف الله مرضاك. رحم الله والديك. شكرا لاتصالك. معنا اتصال اخر، مشكور رحم الله والديك. ام ابراهيم حياك الله يا ام ابراهيم، تسلم تسلم، رحم الله والديك، ادعي لي يم الامام. يا هادي الامم، تفضلي بالزياره، تفضلي بالزياره، امامك بعد تحصلتي سولفي ويا الامام حاجتك. قولي يا سيدي انا اريد حاجتي، عندي كيت وكيت، شنو اللي تريدي؟ عليكم. عليكم السلام، تفضلوا بالزياره، تفضلوا. السلام عليكم علي الغادي، الله تخيلك، قلي له تخيلك يا علي الهادي بعد مرة سؤال، قلي له الله يقضي، الله يقضي حاجتك، الله يشافي مرضاك، الله يتقبل أعمالك. أريد بس تكينا مني، بنتي مريضة عشان الظهور جدا. قلي له سيدي مولاي اليوم داخلة عندك، سيدتي نرجس، سيدة حكيمة، سيدة حكيمة، سيدة حكيمة، سولفوا وياهم. الإمام الحسن العسكري أمامك، بيت صاحب الزمان، أنت بعد صاحبة حاجة مو مثلنا، أنت عندك حرقة بقلبك. مهمومة لا كل أشي قلبي مهمومة والدة، وتدرس قلب الوالدة. الله يساعد قلبك، الله يساعد قلبك. اكتبتنها إلي رحمة الله والدك، سكينة إن شاء الله خاد. وأطفالي مهمومة في بدلنا تدعيهم بالامتحان إن شاء الله، إن شاء الله النجاح والتوفيق بحق محمد. حاضي يا أبو رائد، مريض عند جوزي، عند جوزي ان شاء الله. شكرا لاتصالك، الله يحفظك ان شاء الله. معنا اتصال اخر، ابو علي حياك الله. حياك الله، الله يعافيك. سلام يا هادي الامم، يا هادي الامم، بهذا النداء يا هادي الامم، يا هادي الامم، يا هادي الامم، الله يجورنا اجوركم معظم ان شاء الله، وقضى الله حوائجكم. علي محمد الهادي عليهم السلام، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن،
السلام على سيدي ومولاي ابا محمد سيدي ومولاي سلام يا عليك إمامنا يا سيدنا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد صل على محمد وآل محمد وإمام الأتقياء علي بن محمد الهادي سيدي ومولاي يا جدك رسول الله وجدك الحسين يوم من الأيام راح يزور الحسين عليه السلام سمعت به قلت له منو يروح يزور الحسين خلي يدعيني عند الحسين وأنا من سمعت هذا الخبر عندك يا سيدي ومولاي من ذاك التاريخ كل ما أروح أزور لك يا سيدي من أروح أزور الحسين يا حسين وأصلي لك ركع في النيابة عنك يا علي ابن محمد الحسين يا مولاي الليلة تقضى حوائدنا يا رب يا صاحب الزمان يا صاحب يا سيدي ومولاي يا حسن العسكري السلام على السيدة حكيمة السلام على السيدة نرجس ثم الإمام المنتظر الله يعافيك استاذ علي طول عمرك الله يحفظكم انا بخدمتكم اليوم اليوم ان شاء الله جاي وسبحان الله ما تملوا السياره وما جينا بس باكر الله انت بعد زرت انت وصلت ان شاء الله بصوتك اي والله بهذه انفاسك الطيبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تدعي له مجلس سليم الله يوفقك قضى الله حاجتك سجل العلويه ام محمد بني سجل حيدر وعباس لقضاء الحاجه محمد سعيد ما عنده ذريه صار له 14 سنه وبحق الامام صاحب الامر من شكرا شكرا لك ابو علي الله يعطيك العافيه ولا تنساني الله يحفظك ان شاء الله ثاني الجاهل حسين ما ناسيك والله ان شاء الله اسال من الله الاجابه الله شاهد انا وين ما اروح ادعي لكم اقول الهي من اوصانا الدعاء والزياره في أي مكان حتى في المجالس عند الجوادين عند العسكريين في بيت صاحب الزمان أنا أدعو لكم أسأل من الله الإجابة معنا اتصال نعم معنا اتصال ألو السلام عليكم هبة من البصرة حياك الله يا هبة يا هادي الأمم بهذا النداء نبدأ يا هادي الأمم السلام عليك يا سيد يا مولا يا هادي الأمم يا هادي الأمم السلام عليك يا سيد يا مولا يا أبا الحسن يا عزيز سيد يا مولا يا صاحب العصر والزمان يا صاحب الزمان يا إمام الحسن العسكري ونعزي محمد وآل محمد بهذه الليلة اللهم عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا وحسن الله لكم أجوركم معظمة وقضى الله حوائجكم وشاف الله مرضاكم إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا أئمة الهدى السلام عليكم يا أعلام الثقة السلام عليك يا سيد يا مولاي يا علي يا محمد يسمعون ويردون إن شاء الله بقضاء حوائجكم السلام على سيدتي يا مولاي السيدة حكيمة السلام على السيدة حكيمة السيدة نرجس اللهم بحقي وجاه وشأن وعظم السيدة مولاي علي بن محمد الهادي يا الله عجل وليك الفرج اللهم يا الله عجل لوليك الفرج يا وأوان. اللهم اقضي حاجة المحتاج وشافي جميع المرضى يا رب العالمين بحق علي الهادي بحق هذه الليلة يا رب أرجو أخي اتسجل اسم أبو رائد إن شاء الله ولد الشفاء العاجل واسم أم رائد وعائلتها وتسجل اسم سارة قضى حاجتها وتسجل ولادة طبيعية إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك واسم نور ونقلدكم التعاون زيارة وإن شاء الله في ميزان أمانكم هذه الإجابة الله يحفظكم إن شاء الله ببركة دعواتكم معنا أمير من الديوانية حياك الله يا أمير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يا هادي الأمم يا هادي الأمم اللهم صل على يا هادي الأمم يا هادي الأمم السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا علي الهادي عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أجوركم معظمة إن شاء الله علي الهادي سلام الله عليه رزقنا الله وإياكم زيارة العسكرية يا رب العالمين بركة دعواتكم السلام عليكم يا أولي السلام عليكم يا أولي السلام عليكم يا نور الله في ظلماتكم السلام عليكم يا من بدا لله في شأنكما أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأعدائكما معاديا لأعدائكما
اللهم عجل وليك الفرج العظيم. اللهم عجل وليك الفرج يا رب العالمين. فنسألك الدعوة والزيارة عند قضى الله حوائجكم إن شاء الله وشاف الله مرضاكم. شنو الأسماء بخدمتكم؟ حسين محمد بلي حسن غني حسن دورس راضي وشمس أحمد. قضى الله حوائجكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أم مهند من ميسان. نعم يا أم مهند. اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل يا هادي الأمم يا هادي الأمم يا هادي الأمم يا هادي. السلام عليك يا مولاي يا علي الهادي. السلام عليك يا مولاي حسن العسكري. السلام عليك. السلام على السيدة نرجس. السلام على السيدة حكيمة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان مستنظر يا مولاي يا صاحب الزمان مستنظر احضرني الله احضرنا يا مولاي اجعل هذا البلد امنا بجاهك عدرب. قليلة ادركني يا ابو صالح. ايوه ادركني كل يوم اقول الغوث الغوث يا مولاي ادركني. ادركني يا ابو صالح ما عندي غيرك. ايوه ما عندي غيرك يا مولاي. الشباب هايش ماكو دمة الشباب بخط كل من شاب فاسد وكل ظالم انصر العراق امامك الضريح المبارك استثمر هاي الصورة المباركة. اي أيوة والله انا من زوارك انا مقعد اليوم زوري انا ادعيلك ان شاء الله. اي أيوة والله اقول لك سمي زيارتك ان شاء الله دخيلك والشفاعة منهم اريده واريد بالسيدة نبت يا رب العالمين. ابن بنتي مريض صار له ثلاث اشهر ما خلوا طبيب. شنو اسمه علي رائد ان شاء الله. اريد الشفاعة من السيدة نبت الاخير سبزا ابنها الله. اي والله صاحب الزمان عليها الليله اريد تمديدها عليه. سولفوا يا السيده حكيمه يمه قولي لها للسيده حكيمه. يمه اي والله السيده حكيمه والسيده نرجس ام الامام واريد ان شاء الله الايمان والامان بجاه صاحب الزمان يا رب العالمين. رحم الله والديك يا يمه. طب الله حاسس يقضي حاجة كل محتاج يسر الله أمرك بحق محمد وآل محمد. رحم الله يدعمنا من زواره وينجح ولد ابني ولد بنتي من الامتحانات النجاح ان شاء الله. أيوة. والتوفيق لهم والتوفيق والايمان والامان بحق صاحب الزمان. شكرا لاتصالك يمه. معنا اتصال اخر ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي الامم يا هادي الامم يا سيدي يا امامي الشهيد يا علي الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. السلام عليك سيدي الطيبين الطاهرين. قضى الله حاجتك يا يمي ومراجعنا العظام وسيدي ومولاتي فاطمه الزهراء البتول سيده نساء العالمين في هذا المصاب الجلل مصاب امامي سيدي ومولاي عاشر الحجج البرر سيدي ومولاي المظلوم سيدي ومولاي. طيب الله انفاسك يا على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. سيدي ومولاي بهذا مقامك وهذا مكانك وهاي القبة المنيرة يا سيدي يا مولاي يا سيدي يا أن يعجل بفرج وليك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا سليل يا سيدي ومولاي يا سليل الأئمة والنبوة يا خاتم الأنبياء يا خاتم الأئمة يا سيدي ومولاي يا سيدي عجل يا إلهي بظهوره يا الله يا وعجل فرجه يا الله. أعزيك يا مولاي بهذا المصاب الجلل يا سيدي يا مولاي الإمام الحسين سيدتي ومولاتي يا سيدة حكيمة سيدتي ومولاتي السيدة نرجس وسيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يا سيدي بهذا المصاب الجلل مصاب والدك وعاشر الحجج وليدي أستاذ علي يعطيك الصحة والعافية خدمتكم يمه. أنا لساني يجب عن الوصف بهذا المصاب والله قلبي مجروح والله الله يجازيك الله يجازيك على قد مصابك بأهل البيت والله دمعت هذا على مصاب الزهراء ومصاب من المؤمنين ومصاب الحسين وآله الله ولا تنحزن عليك
في حزن الزهراء. سلام الله على الزهراء. يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك يا أم علي. إن شاء الله. وولدها وبناتها. واسأل من الله أن يقسم لي زيارتك يا مولاي. توكلي على الله. يما توكلي على الله والله توصلين. توكلي على الله. بمقامك عند الله. في هذا اليوم اللي حزنت فيه ملائكة السماء والأرض. هذا يوم استشهادك يا مولاي. يا مولاي. أريد يقسم لي زيارتك في الدنيا. وأريد يقسم لي شقتك في الآخرة. يا رب العالمين. أنا عبدانة ومشغولة وقاعدة أفرح على ضرائحكم وعلى مقامكم الله. من خلال الفضائيات يا سيدي يا مولاي. مسجلة إن شاء الله. حل المعجزة من الله ومنكم. مسجلة إن شاء الله. الحالي بس ثماري أنا بس أزوركم. يا ساداتي وموالي يعطيك العافية. الله يحفظك شايف. وهي أم علي إن شاء الله. إن شاء الله. وقلدك الدعاء والزيارة يا سيدي. من الله الإجابة بحق العسكرية. صلاة الليل وصلاة الفجر. متفضلة يا يمه. شكرا لك. الله يحفظك. من حلبي إلى أبوك. يا رب العالمين. إلى كل كادر. كذلك أخوتي أي والله أخوتي لا تنسيهم. الكادر اللي هسه رغم الطقس رغم البريد رغم المطر رغم كل شيء هم يعني حتى يوصلون هذه الصورة. الله يوفقهم إن شاء الله ويقضي حاجتك هاي. معنا أم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي الأمم. الله أجوركم يا هادي الأمم. أجوركم أقضى الله حوائجكم إن شاء الله. حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله. الله يحفظك. تفضلوا بالزيارة. أمامك على محمد والي محمد. أمامك هذا النور. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا هادي الأمم. أنت المعزة يا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجك سيدي مولاي. يجعل فرجنا وفرجكم يا الله يا الله محمد والدي. يا الله. السلام على سيدي مولاي علي الهادي. السلام على سيدي مولاي حسن العسكري. السلام عليكم. السلام على سيدتي مولاتي نرجس سيدتي مولاتي حكيمة. اللهم صل على محمد والدي. اللهم صل على محمد والدي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سبع الدجال. سيدي مولاي. علي الهادي. السلام عليكم سادتي والمتين والرعين. إلهي بحقهم عند الله بحقهم عند الله. أقضي حاجتي حاجة كل محتاج يا رب العالمين. يا إلهي والشافي كل مريض يا رب. بحق محمد ورزق كل من ما عنده ذرية. قضى الله حوائجكم إن شاء الله. مريض. بحق مريض كربلاء. إلهي سيدي مولاي بحق فاطمة وادها وبعدها وبنيها. والسر المستودع فيها نظرة منك يا صاحب الزمان نظرة منك. أي والله. انظر بحالنا يا نظرة هالليلة يا أبو صالح. ادركنا يا ابو صالح. اي والله اي والله يا ابو صالح ادركنا نظره منك ونظره زوارك والخدامه هاي الواصفه. واريد ربي يحفظكم يا قناه كربلاء. الله يحفظك يا يما. الله يحفظك ويقضي حاجتك. الله يحفظكم كلكم. يسر الله امرك. يسر الله امرك. كل القناه العتبات المقدسه متفضلين. وشكرا لدعواتكم. الله يوفقكم. شكرا لدعواتكم. شكرا لكم. استدعيت القضاء عاش فدوى الجنبر. ان شاء الله. وهذا باذن الله لاله الشفاء من هذا المرض مال كورونا. شفاء العاجل. شفاء العاجل. عليك يا سيدي يا مولاي يا ابو عبد. شكرا شكرا لاتصالك. ولي مريضه انا هم فدوى القلب. الله يحفظك يا رب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين على سيدي مولاي ابو الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. شكرا لاتصالك يما. مع اتصال اخر سعد من دياله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي الامم. يا هادي الامم. يا هادي الامم. هادي الإمام. تفضل بالزيارة. تفضلوا بالزيارة. الله رحمنا وأجوركم. أجوركم معظمة إن شاء الله. وقضى الله حوائجكم بحق العسكري. الزيارة وقبول الأعمال. يا رب العالمين. إمام زماننا الإمام الحجة المنتظر. عجل الله فرجه الشريف. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. نسأل الله أن ينزل عنا هذه الغمة. يا رب. هذه الأمة. بركة دعواتكم إن شاء الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. طبتم وطبتم وطابت الأرض التي فيها دفتم وفزتم فوزا عظيما. اطلب حاجتك. سلام على الحسين وعلى علي. اطلب حاجتك. وعلى أولاد الحسين. سنت. يا الله يسألك يا الله بحق هذا اليوم أن تفرج عنا فرجا عاجلا قريبا. كلم حلو بحق محمد الوالد. يا رب وهو أقرب من ذلك. برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله شاكرين لكم. وفقكم الله
بركة دعواتكم. شكرا لك، شكرا لك. معنا اتصال اخر، سيف من كربلاء. نعم يا سيف. يا الله، اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا هادي الأمم، عليك يا هادي الأمم، يا هادي الأمم. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك وعلى الحسن العسكري وعلى الحجة المستغفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل بالزيارة. بحق الهادي، بحق الهادي يا رب. يا الله، أصبح هذا كل محتاج حوائجنا إن شاء الله. أنصر الإسلام والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين. نعم. الجيش والحشيد إن شاء الله. سنت يا سيف. ويستركم، يستر عليكم وعلى عوائلكم. الله يوفقك ان شاء الله ويقضي حاجتك ويسر الله امرك بحق محمد وآل محمد. يا رب اسال من الله الاجابه من هذا المكان. انا رافع ايدي سيدي، سيدي الهي ربي بحق العسكريين وبحق هذه الليله، ان يقضي حوائجكم، يشافي مرضاكم، يتقبل اعمالكم. بعد انت طرقتوا باب الجود والكرم، وإن شاء الله ما يقصرون وياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا، شكرا جزيلا. الله يحفظك يا سيف، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. معنا اتصال. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. آية من الدجيل. نعم يا آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، يا مهدي الأمم، يا صاحب العصر والزمان، صاحب أعظم الزمان. الله أجرنا وأجركم معظم إن شاء الله. سيد مولاي الإمام علي الهادي، نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، يسمعون ويردون إن شاء الله. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام على الإمام علي الهادي، السلام على سيد مولاي الإمام حسن العسكري، السلام على سيدتي ومولاتي نرجس أم الإمام المهدي، السلام على حكيمة خاتون. يا سيدي يا مولاي، يا صاحب الزمان العجل، يا صاحب الزمان مدد، يا صاحب العصر الزمان. اللهم وضع له بنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. اللهم ارزق كل محتاج، اللهم ارزق يا رب، ارزقنا زيارة الإمامين العسكريين بالدنيا وشفاعتهم بالآخرة. يا رب يا رب شافوا عافية كل مريض، وان شاء الله يا رب يقضى حوائجكم وان شاء الله مرضاكم. استاذ ممكن تسجل اسماء؟ شنو الاسماء بخدمتك؟ اسم والدتي المرحومه ليلى، وبيبيتي المرحومه زهره، والمرحومه العلويه خلود عبد الرزاق، والطفل عباس ابن كاظم، ادعوا له بالشفاء ان شاء الله. حالته اريد بحق صاحب الزمان يمسح على راس هالطفل الشفاء العاجل ان شاء الله. ابن سيد محمد، والطفل عبد الله للشفاء، وحوراء لقضاء الحاجه وللشفاء، ومن خلال كادر قناه كربلاء ان شاء الله ادعي للشفاء للطفل، الطفل ابن نقول لك كرار الكاظمة إن شاء الله يا ربي يشافيه ويعافيه ويقوى الأبو بالسلامة إن شاء الله. بحق الإمامين العسكريين قلتكم الدعاء والزيارة صلاة ركعتين، وإن شاء الله يا ربي يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم الكاذب قناة كربلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى الله حوائجكم. شكرا لاتصالك. معنا الأخ جعفر، حياك الله يا جعفر. السلام عليكم يا هادي الأمم. هذه الليلة نقول يا هادي الأمم. نعم يا جعفر. صوت غير واضح مع الأخ جعفر. الله يقضي حاجته إن شاء الله ويسر أمره. اسم السجل اللي يحب يشارك يتصل، الهواتف مهيئة إن شاء الله حتى أكون بخدمتكم إذا يسمح للسيد المخرج إن شاء الله. معنا خولة من ذي قار، حياك الله يا خولة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مهدي الأمم، يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، تفضلوا بالزيارة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا الهادي، السلام عليك يا سيدي يا مولاي الإمام الحسن العسكري، السلام على سيدتي ومولاتي السيدة حكيمة خاتون، السلام على سيدتي ومولاتي السيدة نبتس خاتون، عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا مهدي الأمم، عظم الله أجوركم،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم ارزقنا زيارة الإمامين العسكريين يا الله. رب العالمين. السلام على زوار العسكريين يا الله. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. على أصحاب الحسين. السلام على أخيه العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كل مريض أخي يمكن نسجل أسمانا. الله يوفقك. شنو الأسماء بخدمتك؟ أم عواد للشفاء وقاسم للشفاء المرحوم طاهر وأختك هولان للشفاء إن شاء الله. أستغفر حسين قلدت الدعوة والزيارة. والله يوفقكم. أسأل من الله الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. معنا اتصال آخر. أم عماد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هادي الأمم. يا هادي الأمم. يا هادي الأمم. عظم الله أجرنا وأجركم وأجر المؤمنين. أجوركم وعظم قضى الله حوائجكم إن شاء الله. سيدي ومولاي الإمام علي الهادي. يا علي الهادي. عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا حسن العسكري باستشهاد سيدي والدك. ويا مولاي. عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. يا خليفة الرحمن. يا شريك القرآن يا حاضرنا في كل شدة وكل مكان. يا صاحب عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي باستشهاد جدك الإمام علي الهادي. يا سيدي يا مولاي. الظهور يا سيدي يا مولاي طال الانتظار يا سيدي يا مولاي. اي والله. يا سيدي يا مولاي طال الانتظار. الظهور يا سيدي يا مولاي. سلام الله عليك. عجل الله فرجك وسهل مخرجك واجعلنا من خدامك والمستشهدين بين يديك وتحت تراب قدامك يا سيدي يا مولاي. يا رب العالمين. روحي لك الفداء يا سيدي يا مولاي. يا سيدي يا مولاي نظرة منك الليلة بحق جدك علي الهادي واستشهاده نظرة للعراق يا سيدي يا مولاي. يا صاحب الزمان خلصنا من هذا الوباء خلص العالم أجمعين والعراق. الله يقضي حوائجكم يا يمي شافي مرضاكم بحق الحبيب محمد بحق جدك رسول الله بحق جدك فاطمة الزهراء بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا سيدي يا مولاي شافي وعافي كل مريض يسمع صوتي وشافي نعانة وعائلتي وما أنا مقعدة علي ومحرومة من الزيارة يما بعد التزايرة انت زايره ان شاء الله لله. الحمد وامامك الامامين العسكريين وجودكم وجود القناه المحترمه يكونوا على يقين بان الامام يرى صح مقامي صح ويسمع كلامي صح امامك الضريح صح المبارك يما هاي قناه محترمه الله يحفظك والله العظيم يعني ليلي احنا نزور عتبه يوميا يعني احنا هنيئا لنا عتبه اخلص خشاب والله انما الاعمال بالنيات انت بعيده يجوز زيارتك مقبوله اكثر من عدنا انت قلبك اقرب يا يمه الله ييسر امرك ان شاء الله يا سيدي يا مولاي مشتاقه لكم الله مشتاقه والله العظيم مشتاقه لزيارتكم شافوا وعافوا كل مريض ان شاء الله بعد هي تخاطبكم بدمعتها مولاي اللهم صل على محمد وال محمد يمه ما مقصرين حشاكم من التقصير ليلي احنا نزور النعتبه مقدسه الله يحفظك هاي القناه والله العظيم بركه الدعوات بركاتكم والله بركات دعواتكم بركات دعواتكم الله يطول بعماركم يوم سجل للأسماء علي الله يوفقك شنو الأسماء عماد عندي ابني بالمهجر ومريض وعنده عملية يوم 8/2 هذا الشهر بلي بعد سجل اسمه وام عماد واولاد انا مريضه والله هسه قاعده احكي وياكم الوجع ما اخذني بس الحمد لله والشكر الله يرضى حالك الله اقوى من كل شيء الله يرزقك العافيه ان شاء الله شكرا 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 لاتصالك يا ايمن والمقدم وكلكم انتم اولادنا ورحمه الله يبارك فيكم مع الف سلامه وتحياتي لكم شكرا لاتصالك يا ايمن الله يحفظكم ان شاء الله هنالك اسماء وصلت الى برنامج يا صاحب الزمان وفي هذه الليله ام مريم ومريم بالشفاء العاجل علي ابو ملاك والمرحوم هادي وأم غيث وهمام وضرغام ورحمن وفاضل ووآم وأحمد جايش وعلاء حسين ومحمد وأبو فاطمة إن شاء الله بقضاء الحاجة واللهم
كل من أوصان الدعاء والزيارة، إن كانت رسالة، إن كانت دعوة، إن كانت هنالك إيصال شيء حتى ندعو له في البرنامج، إلهي ومن أوصان الدعاء والزيارة اقضي حوائجهم. شكري وتقديري للقوات الأمنية، المرابطين على السواتر، المرابطين في هذه السيطرات، الطريق الذي جاء به الزوار، تحملوا البرد الحار الأمور كلها حتى يقدمون ذلك الأمان، حتى انحرموا من الزيارة، حتى الزوار يقدمون بأمن وأمان إلى الإمامين العسكريين. شكرا لهم، شكرا لوقفتهم، شكرا لتحملهم المعاناة. الله يرزقهم العافية ويقضي حوائجهم، وجميعا شعور بالمسؤولية أن ندعو لهم إن شاء الله، الله يقضي حوائجهم. وهنالك دماء كانت في طريق سامراء لإيصال زوار الإمامين العسكريين. رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء، وإن شاء الله زيارة نيابة عنهم. وهذا الدقائق أكون بخدمتكم إن شاء الله، إذا كان اتصال حتى أكون بخدمته واستقباله. الله يرزقهم العافية. إذا صابك بلاء وحالك تعسر وما تعرف بوجهك المني توديه، أقل لك كلمة تنطق بيها مو أكثر، بس بصوت صيح ادركني المهدي. معنا ابتسام من الديوانية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي الأمم. يا هادي الأمم، السلام عليك يا هادي الأمم، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. اللهم عجل وليك الفرج يا رب. السلام على سيدي ومولاي الإمام علي الهادي، السلام عليهم أجمعين. السلام على سيدي ومولاي الإمام حسن العسكري ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكر استشهاد سيدي ومولاي الإمام علي الهادي وجميع كادر قناة سرطان. قضى الله حوائجكم إن شاء الله. إن شاء الله. وعز الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الإمامين العسكريين ورحمة الله وبركاته. السلام عليهم أجمعين. السلام على السيدة حكيمة ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدة نرجس ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزق بالدنيا زيارتهم وبالآخرة شفاعتهم يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج جميع كادر قناة كربلاء الفضائية، يقضي حوائجكم كذلك. ما كان احنا هسه ببيوتنا ونزور. شكرا. وانا مشتاقة لزيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام. الله يحفظكم. انا اكررها، بركات دعواتكم، ادعونا، الله يوفقنا لخدمة الزوار. والله يوفقكم لخدمة، اي والله الزوار، الله هذه الخدمة بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على الله، يقبل حوائجكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاتصالك، الله يحفظك إن شاء الله ويقضي حاجتك. معنا اتصال آخر، الله يسر أمركم بحق محمد وآل محمد. حميدة حياك الله. يا أهلا ومرحبا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الأمم، يا هادي الأمم، عفوا، تفضلوا بالزيارة، تفضلوا بالزيارة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك يا مولاي يا حسن العسكر، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام على سيدة ومولاي السلام على حكيمة. سيدة حكيمة، تفضلوا تفضلوا السلام بالزيارة. عليك يا سيدي يا مولاي، أمامك هذه الصورة المباركة. أي والله، أريد أعطيك أسامي. شنو الأسامي؟ خدمتكم. الله يخليك. زينب بنت علي ملي، أنا مريضة بها مرض ذاك الموزي، عندنا همام ابن نوري. نعم. اي والله، وعندنا حسين ابن علي، وعندنا زين العابدين ابن احمد. ان شاء الله بقضاء حوائجكم. شاف كل مريض. اي والله، اريد فدوى من الله ومنكم ورغبة رمضان. ان شاء الله. اي والله، همي انا، يعطيك العافية. الله يقضي حوائجكم. ان شاء الله نجح الطلبة، ان شاء الله ينجحون، ندعو لهم بالكل. يا رب. اعرف انا كل طالب وكل طالب. التوفيق والسلام. يحفظ الحشيد والجيش. الله يحفظكم ان شاء الله، شكرا لاتصالك. رحم الله والديك يا معنا رحمة. زينب، معنا اتصال اخر. زينب حياك الله. عظم الله اجوركم يا هادي الامم، يا هادي الامم، اجوركم معظم ان شاء الله، وقضى الله حوائجكم. تفضلوا بالزياره يا اخت زينب. معك الام حسين. نعم زينب.
تفضل. السلام عليكم يا ولي الله يا ولي يا الله. السلام عليكم يا حجتي الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات يا نوري الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم يا من جدا لله في شأنكما. أتيتكما زائراً عارفاً بحقكما موالياً لأوليائكم. ممن آمنتما به كافراً لما كفرتما به وحققاً لما حققتما مبطلاً لما أبطلتما. أسأل الله ربي وربكما يجعل حظي من زيارتكم والصلاة على محمد وآله ويرزقني مرافقتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا محمد وآل محمد مع آبائكم والصالحين. فأسأله أن يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما. الله يقضي حاجتك. الله يشافي مرضاك. الله يتقبل أعمالك. الله يفرج عنكم. يا رب العالمين. إلهي من ينظر الآن، من يشاهد، من يتصل، كلهم أصحاب حوائج. وتوفني على ملتهم. اللهم الآن أول، اللهم الآن ظالمي آل محمد حقهم من فيهم. اللهم شكرا لك. الله يحفظك يا أخت زينب. الله يقضي حاجتك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. علي من النجف الأشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، يا هادي الأمم، يا هادي الأمم. السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. السلام على الإمام علي الهادي. السلام على الإمام الحسن العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، أنت المعزى في هذا اليوم. السلام على السيدة حكيمة. السلام على السيدة نرجس خاتون أم الإمام المهدي. بسألكم الدعاء، عندنا مرضى قضى حوائج إن شاء الله، شفاء العاجل يا رب بحق محمد وآل محمد، وأن يقضي حوائجكم. الله بيتكم وقناتكم وربي يحفظكم. الله يحفظكم. الله يبارك فيكم ويسهل أموركم ويحسن عاقبتكم إلى خير بحق محمد وآل الأطهار يا رب وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا علي. معنا اتصال آخر. زهراء من واسط، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يا هادي الأمم، يا هادي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان. يا صاحب السلام الزمان. على السلام عليك يا صاحب الزمان. اللهم عجل وليك الفرج يا رب العالمين. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك السلام عليك يا رب. يا علي يا الحسن العسكري. السلام على علي الهادي يا رب. يا رب بحق وفاة علي الهادي يا رب. أنا باستشهاد الامتحانات وانا استهل لصاحب الزمان الفرج والنصر إن شاء الله. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. إن شاء الله تقضي حوائجكم. ممكن تسجل أسماء. شنو الأسماء؟ أحمد وعلي كرار ومصطفى وقاسم وأبو الفضل، عندنا مريض إن شاء الله بالشفاء العاجل. وشفنا وبنت الملة علاء بلي خلود إن شاء الله. ان شاء الله يمن عليها بالصحه والعافيه ان شاء الله. شفاء العاجل ان شاء الله. معنا اتصال اخر. شكرا لك. معنا اتصال اخر. ليلى من الموصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يا هادي الامم، يا هادي الامم، يا هادي الامم، يا هادي الامم. تفضلوا بالزياره. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجه بالغراء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي الهادي. السلام عليك. السلام عليك يا ابا الحسن علي. السلام عليك وعلى حفيدك صاحب. السلام عليك الحسن العسكري. السلام عليك يا سيدي ومولاي. السلام على سيدي الحكيمه وسيدي النبج الخاتم. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج بحق يا محمد يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج. مرانا داوي جرحانا وارحم شهداءنا واحفظ قواتنا الأمنية وحج الشعبي بحق محمد وآل محمد واحفظ سيد عليك سنتم عليه سنتم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. صاحب العصر والزمان يا الله
أخوي ممكن تسجلنا الأسامي؟ شنو الأسماء؟ الليلة للشفاء والقضاء حاجة الحاجة المستعصية يا رب العالمين. الله يقضي حاجتك إن شاء الله. إن شاء الله. وللوالدة خديجة للشفاء والقضاء حاجة بلي. وأخوي أبو مصطفى بلي. تسهيل أمر وقضاء حاجة إن شاء الله. وللجميع الأهل والأقارب قضاء حاجة وشفاء مرضى عندنا مرضى كثير إن شاء الله. شكرا لاتصالك. وللزينب وفاطمة وسجة وإنعام للشفاء وقضى حاجة وسجل. شكرا لاتصالك يا زين. يا ليلى معنا اتصال آخر. مريم من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هادي الأمم. يا هادي الأمم يا هادي الأمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا بالزيارة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي علي الهادي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي حسن العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدة حكيمة. السلام على السيدة نرجس. السلام على إمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. قضى الله حوائجكم إن شاء الله. توجهت واستشفعت وتوسلت بحمد الله وقدمتكم بين يدي حاجات. يا ودي يا وجهة عند الله اشفعوا لنا عند الله. يا وجهة عند الله حولنا عند الله. إلهي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرس والسودعيها. اللهم بحق الإمام علي الهادي اللهم عجل لي وليك الفرج. اللهم عجل لي وليك. اللهم اقضى حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين. اللهم شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين. اللهم انصر حجنا المقدس. اللهم اقسم رجعياتنا الكريمة على رأسها سيد علي السيستاني يا رب العالمين. أخوة ممكن تسجل لنا الأسامي؟ شنو الأسماء بخدمتك؟ باسم عائلتي مري. وسجل لي مرتضى للنجاح وبالفضل للنجاح. وجدي عماتي وكمان عمالي يعني بالدعاوي إن شاء الله مريم وعائلتها. شكرا لاتصالك. يا الله رب العالمين يجعلنا من زوارك يا رب العالمين. شكرا لاتصالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عمار حياك الله يا أم عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي الأمم. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك سيدي مولاي يا صاحب العصر والزمان. تفضلوا بالزيارة. أنت المعزة سيدي مولاي. أنت المعزة يا سيدي مولاي. يا سيدي مولاي يا صاحب العصر والزمان. استشهاد جدك علي الهادي. السلام عليك سيدي مولاي ومحتمدي ورجائي بخير وبخيرك سيدي مولاي. مداومك عند الله. شاف وتعافى كل مريض. سيدي مولاي. شاف وتعافى كل مريض رحنا مع الناس. إن شاء الله. لجاه محمد وآل محمد. السلام على الهادي. السلام على حسن العسكري. السلام على نرجس وحكيمة. أنت المعزة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. أنت المعزة يا سيدي ومولاي الحسن العسكري. الله يقضي حاجتك يا يمي. شافي مرضاك إن شاء الله. حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد. أي والله بحق الهادي النقي. اللهم عجل ثم غرب بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. شافوا عارف كل ما يروحنا مع الناس الأهل. وخلقكم من هالأمة بجاه علي الهادي وحسن العسكري. بجاه صاحب العصر والزمان. شاف كل ما يروحنا مع الناس. يا صاحب الزمان. يا صاحب بجاه محمد وآل محمد. يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. ادول عيونك يا يمه. سجل اسم منتظر ان شاء الله. وصيل الشفاء. ادول قلبك جيت بجحفر عويلهم مصطفى عويله ام عمار وعائلتها. كتبت ام عمار وعائلتها. شكرا لاتصالك يا الله. الله يحفظكم ان شاء الله. حوائجكم وحوائجنا. معنا اتصال اخر. ورده من بغداد. نعم يا ورده. السلام عليكم. يا هادي الامم تفضلي بالزياره. يا هادي الأم السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. يا صاحب الزمان. عندي مريم أدعي يا ربي شافي بحق الحسين بحق الهادي إن شاء الله الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. أمامك أمامك الإمامين العسكريين. أنت خابرتي بعد وحصلتي. تفضلي بالزيارة. طلبوا منهم حاجيهم. مرحي هادي أبني عباس إن شاء الله الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. أريد أن أعطي أسماء أولادي. شنو الأسماء؟ مينا بنت وردة وفاطمة بنت وردة وعباس بن وردة وحسين بن وردة ورقية بنت وردة بن صخرية بلي.
يعني أنا أكتب عائلتها أفضل، يعني الأسماء حتى تشمل عائلتك إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. الله يحفظك يا يما، يقضي حاجتك، يقضي حاجتك، الله يحفظك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله ويشافي مرضاكم بحق العسكريين عليهم السلام. طبعا احنا اليوم نكون بخدمتكم بهذه الأجواء، بهذه الليلة، بهذا اليوم، وجودنا حتى نكون بخدمتكم إن شاء الله واستقبال اتصالاتكم. شكري وتقديري لهذا الكادر الطيب، الله يقضي حوائجهم يشافي مرضاهم، من السيد المخرج حتى سيد مدير المكتب حتى أصغر خادم في قناة كربلاء، والدعاء للحاج صدام الفريجي الله يقضي حاجته إن شاء الله، ووالد زميلنا عباس الله يشافيه ويعافيه، كذلك الشفاء العاجل لزميلنا ابن زميلنا ملا كرار الكاظمي الله يشافيه ويعافيه، فضل الله إن شاء الله الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد، وإن يقضي حوائجكم يشافي مرضاكم يتقبل أعمالكم جميع المشاهدين. هذه الليلة ليلة قضاء الحوائج، ليلة مصاب، وجود الأئمة الأطهار هم رحمة لمن إلنا. أنا في الطريق شاهدت حجية كبيرة في العمر جدا، يعني تتوجه على الآخرين حتى تصعد السيارة، صعدت السيارة الله شاهد الطريق كله تقول الحمد لله، الحمد لله اللي وفقنا لزيارة أهل البيت، اللي وفقنا لزيارة العسكريين. نشاهد اليوم مسؤولية على عاتقنا هو زيارة الأئمة الأطهار وخصوصا العتبة العسكرية، لأن فيها نصرة إلى الإمام الحجة المنتظر وتقديم ما يجب تقديمه. يعني اليوم وجود الزوار وأحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام هو نصرة إلى الإمام الحجة المنتظر. الإمام يريد دائما منا أن نتواصل مع أهل البيت، أن نقدم ما يرضي أهل البيت، أن نعمل بما يتمثل بحب محمد وآل محمد. جميعا دائما عندنا حوائج وهم أبواب الله. من يجيك واحد يقول ملا أنا أشوفك بالبرنامج وأريد أسولف لك، قلت له سولف، قال أنا أجل العسكرية، أقول له سيدي اليوم جايك وبابك وما عندي غيرك. يقول والله شنو اللي أطلبه منهم ما يقصرون وياي، ولكن النية تختلف، الدعاء يختلف. دائما من له حاجة بدعاء حاجته الله سبحانه وتعالى لا يقضيها له مصلحة إلى فيها مضرة، أما تأخير الحاجة فيها مصلحة للإنسان، الله سبحانه وتعالى ما يسوي شر للإنسان، كل خير يسوي. فالدعاء يعتمد على الإنسان نفسه. هسه يقول أنا أدعو ما الله ما يستجيب دعائي، دائما نسمع هذه الكلمات، الله ما يقضي حاجتي، ما يباوع، استغفر الله. الله سبحانه وتعالى ينظر لك، ولكن هنالك شوائب عند الإنسان، الإنسان ما معصوم من خطأ، كل إحنا عندنا أخطاء، ولكن أخطاء مترتبة على دعائك. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تحبس الدعاء. هنا أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، يعني أكيد هنالك ذنوب، هنالك أخطاء هي التي كانت حاجز لاستجابة دعائي. مرات تتخابر للبرنامج تطلب حاجة من الإمامين العسكريين عليهم السلام، ولكن هذه الحاجة لا تقضى لك، بعدين انت تشوف تقول هاي مصلحتها لو صايرة كان انضريت. القضية الأخرى بأن احنا كون ما نجزم بأن الله سبحانه وتعالى، أنا اليوم أكو أشياء قلنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء هي التي تترتب على أن نراجع أنفسنا، شنو الأشياء اللي احنا مسويها خطأ، بعد صلاة في وقتها، أكو أشياء تحجب عني، أكو أشياء أنت تعرف نفسك أكثر من غيرك. اللهم يغفر لكم
يتقبل أعمالكم، يرزقكم حسن العاقبة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أنا يمكن جاء وقت الزيارة حتى نزور وإياكم، فنتوجه بقلوب خاشعة صادقة إلى الله عز وجل نصرة إلى الإمام الحجة، ونيابة عنكم أصالة عني، نيابة عن والدي ووالد والدي ومن قلدنا الدعاء والزيارة، نيابة عن العاملين في هذا البرنامج، نيابة عن المشاهدين، نيابة عن كل من ينظر إلى هذا البرنامج وإلى هذه الشاشة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا ولي الله، السلام عليكما يا حجة الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، معاديا لأعدائكما، مواليا لأوليائكما، مؤمنا بما آمنتما به، كافرا بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما. أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما. الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ويعرف بيني وبينكما، ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين، وأن لا يجعلوا آخر العهد من زيارتكما، ويحشرني معكما في الجنة برحمته. اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما. اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم، وانتقم منهم. اللهم العن الأولين منهم والآخرين، وضاعف عليهم العذاب، وبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم ومتابعيهم أسفل درك من الجحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك وابن وليك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، مقبلين غير مدبرين، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. إلهي من ليس لديه ذرية يا رب، ارزق الذرية الصالحة. اللهم وفقنا لخدمة الإمامين العسكريين وخدمة صاحب العصر والزمان. اللهم وفقنا لخدمة محمد وآل محمد، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. إلى أرواح أموات السامعين المشاهدين، أموات
أموات الذين استشهدوا على هذا الطريق، نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.